الحمد لله. هذاك واش كنت نتمنى، وتجديد العقد مع شباب قسنطينة، وان شاء الله كما كنت نقول نخلص لا كارير تاعي في الفريق هذا. بون ان شاء الله ان شاء الله العام هذا نكون على اوتور، نكون على قد المسؤوليه تاع المسيرين وسيرتو تاع الستاف تكنيك بقياده المدرب عمراني اللي نشكره بزاف على الثقه تاعو. وان شاء الله كما قلت نكون على الاوتور دي زاتونت ان شاء الله في العام هذا ان شاء الله. اكيد الموسم اللي فارط درنا صارعنا حتى للدقيقه الاخيره. العام هذا ان شاء الله الاخطاء اللي درناها من العام اللي فات ما نعاودوهمش. جو بونس كو الستابيليتي تاع ستاف تكنيك راح تلعب دور ان شاء الله مهم في كما يقولوا في النتائج تاع العام هذا، وسيرتو ان شاء الله لي رونفور ان شاء الله راح يجيو يساعدونا ان شاء الله باش نحققوا نتائج احسن من العام اللي فات ان شاء الله. العام الاستقرار يلعب دور كبير. الحمد لله الحصاديه عدت كما يلزم الحال. انا كقادم جديد للفريق ما حسيتش باللي راني جاي فريق جديد مع اللاعبين هذوما، نشكرهم ان شاء الله يا ربي سهلوا المأموريه لبعضنا والطاقم الفني بها ونتفاهموا في اقرب وقت، باسكو هذوما العوامل اللي خلونا نقضوا ننجحوا ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي نتعاون نحط اليد في اليد ان شاء الله ونخدموا في البلاصه. الانصار لما تكون صح العام اللي فات كي وقفتوا معنا بعد الموسم المخيب هذا يجوزنا العام اللي فات، عطيكم صح كي وقفتوا معنا في هذيك الاونه الاخيره، باسكو كان لازم توقفوا معنا. حققنا الاهم هو خلينا فريق شباب قسنطينة. دوكا ان شاء الله اون فا توفر باش نخدموا لهذا الموسم، باش نساوي الموسم هذاك اللي فات ونعوضوه بما خير ان شاء الله. حاجه شابه.